كل حاجة شفتها مني وعملتها معاك كانت بأوامر من مجدي بيه. هو اللي طلب مني ان انا اسحبك واتجوزك. بتجوزك ليه؟ عشان ايه؟ مكافأة على خيانتي ليه؟ خلاص انت بقيت في حكم الميت، المفروض ان اتجوزك وبعد كده هقتلك. معقول؟ لكن ليه عملت كده؟ طبعا لازم اعرف عشان اصدقك. ما هو الاتفاق اللي بيني وبين اللي هو مجدي انا ما اقدرش انفذه بحذافيره. انا اتجسس على واحد ماشي الحال، اعمل مصيبه تودي واحد في داهيه مش مشكله، لكن اقتل لا، خاصه بقى اللي هيتقتل ده هيكون جوزي. العقربه بس هي اللي بتموت جوزها، وانا ما بحبش اكون عقرب. عندك دليل على كده؟ عندي كل التسجيلات اللي تخصك. عايز ايه تاني؟ يعني بقى وضعك دلوقتي زي وضعي بالظبط. وهو ده اللي خلاني افضل سهرانه طول الليل. خلاص ما بقاش في ضمان على حياتي، مؤكد هيخلص مني وبعد كده يخلص منك. يعني بقى على رقبتي ورقبتك سيف واحد، وهي دي قواعد اللعبة. يبقى مفيش قدامنا غير اننا نتفق. على ايه؟ نشتري عمرنا. عمرك ولا حياتك؟ هي هتفرق. تفرق كتير. انت ليك ايه في البلد دي؟ ولا حاجة. وانا زي، وهي دي بقى لعبة الموت. فلوسك اللي جوه مصر وبره مصر النص بالنص. ها؟ قلت ايه؟ وبعدين؟ انت فلاح بقى وتعرف المثل، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، وب 10,000 دولار تقدر تاخد الجنسية في كندا، والشاطر بقى اللي يلاقيك. يا كده يا عارف. أنا ميت وأنت ميتة. يعني خلاص يا سعيد أرتب أموري؟